من جديد بنضم ليك كابتن ايمن وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. معانا لقاء مهم جدا والمدير الفني لفريق النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني. يعني مستر بيتسو في البدايه بنهنيه بالفوز النهارده، يعني تعقيبه على اداء اللاعبين النهارده برغم الغيابات بيعملوا جيم كبير جدا وبيحقق الفوز بعد الدقيقه 90 بهدفين رائعين. طبعا مش سر ان احنا كنا مضغوطين. We feel the pressure because we are responsible for a big team of Al Ahly. شعورنا بالضغط طبعا لان احنا مسؤولين عن فريق كبير زي النادي الاهلي. And it's normal to have that pressure. وطبيعي يبقى في الضغط ده. It's our fourth league game, at least we won now. اربع ماتشات ده بعد المواجهات كسبنا الحمد لله بعد اربع ماتشات. And we won in a difficult way when we had so many absentees. وبرضه كسبنا كان فوز صعب خاصة في ظل وجود غيابات كتير. We had to play Afsha as a six. طبعا نلعب أفشا في مركز زي ما ستة. We had to play Hani as a center back. وهاني لعب سرد باك. Because all my center backs are out. عشان كل السرد باكات بتوعنا بره غايبين يعني. And three of my central midfielders are out. وثلاثة من وسط ما قد في اندرات بتوعنا الارتكاز ثلاثة مش موجودين. الحمد لله شناوي ميت. الريكفري اني كام باك. الحمد لله ان الشناوي استشفى بسرعه من الاصابه اللي كان فيها ورجع ولعب النهارده. بس فزنا النهارده لسبب واحد فقط. We have taken a decision to play in this pitch. اخذنا قرار ان احنا نلعب ونأدي على ارضيه الملعب ديه. ونبطل اعذار بسوء ارضيه الملعب، نتكلم عن ارضيه الملعب، قلنا هنلعب النهارده ونأدي على الارضيه دي. وحتى قلت للعيبة قبل المباراة هنلعب ونأدي كويس على الأرضية دي. لأن عندنا مباريات لازم نلعبها على الأرضية دي. ولازم نرجع طبعا، لازم نرجع تاني كالنادي الأهلي. هنكسب إمتى؟ وطب مهم جدا طبعا بالنسبة لنا إن احنا نفوز، لأن ده آخر ماتش لينا في الدوري قبل نهائي أفريقيا. opportunities to the players that have not been playing to play. كانت فرصة برضه اللاعبين اللي ما بيشاركوش بشكل دائم ان هم ياخدوا فرصة مشاركة. But we played well. بس أدينا كويس، لعبنا كويس. I think MP maybe made one chance. يمكن أعتقد MP لاحت لهم فرصة واحدة النادي MP. I'm not talking about the half chance of the free kick. مش هتكلم على الضربة الحرة لأن دي تعتبر نص فرصة مش فرصة كاملة.